هلا هلا هلا، شلونك يمه؟ السلام عليكم. الله يسلمك. شلونك يمه؟ الله والديك. الله شلونك يمه؟ عيوني على الله قريبه. هاي شنو شغلكم هنا؟ احنا نغسل الملابس مال المظاهرين. والله لا صحيح، انتم هسه شغلتكم هنا؟ ايه هاي شغلتنا، تغسلون الملابس. نجي من الساعه 7 ل 12 بالليل نروح. هاي ملابس كلها، كلها ملابس، نجي نغسل وننشم ونطي. وانا دزيت الذمه، قلت اللي سعد البزاز، قلت ماكو عائله ما طاحه وقعدها، انا ارمله وقاعده اجار وعمري 70 سنه ودا اجاهد ويا المظاهرين. بارك الله بيك، بارك الله بيك. الوطن يستحق يا امي. يستحق، هم ولدي وياهم، الا انا ما اساعدهم، انا اريدهم يظهرون. بصره، عماره، ناصريه، كوت، كربلاء، نجب، كلها جايه. يعني هذول كلهم ملابسهم دمايه يجون. انا خلي اغسل لهم اياه. خسل ونشب، حتى عمره خيط جايبه خيط لهم اياه. ما شاء الله. وانت هم وياها خاله؟ وياها من اول يوم. ها؟ انا وياها من اول يوم. تقربون لبعض لو؟ لا، جيراني وصديقتي. جوارين. اي، وهاي الغساله جبتها بالاقساط بالقران. جبتها بالاقساط، قلت لهم الا اروح اغسل ملابس مال المظاهرين وينزلونها من هذا المطعم التركي. يومية الف. احنا غيرتنا. احنا العراقيين غيرتنا. ما يراد النعفيه. يعني هذا شيء بسيط. هذا شيء بسيط، جبنا غسالات البيت، والله كله من غراضنا مال البيت. يعني لو بيدنا اكثر نسوي. حتى رساله لهم، حتى يشوفوا العراقيين من يصير عليهم اي مشكله، كليتنا متكاتفين قلب واحد. كليتنا عندنا بيوتنا، انا عندي جهال عفتهم وجيت، وهي عندها ايتام والله، والله جابتها بالاقصاد الله شاهد، وما مطين حتى فلوسها بعد والله، قلنا لها تخلص المظاهرات ونجيبها هي. والله والنعم منك يا امي. انا الاجار انا ب 400 مجلب الزراعيه قاعده، وعندي 6 ايتام برقبتي. انا شافك العقد مال الاجار شلون؟ لا مام، بدون ما تراوين انت صادقه. لا 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 لا، باوعك والله. بارك الله بيك. هذا اجاري باعه 400 بالزراعيه انا قاعده. بيا منطقه؟ بالزعفرانيه. ام منو انت؟ ام سلوان، صار لي 25 سنه. انا ام علي، وجيتك السوق الهواء وما حكيت وياك. شرف، هاي احنا جيناك اليوم. ام سلوان وام علي، بارك الله فيكم. منا لما تفرغ الساحه ويطول مطالبنا، وولدنا يتعينون، وكل واحد يعني يصير له شغله، ذاك الوقت يلا روح، احنا ما نروح، نظل معك. مشكورين.